عايز تقوي أعصابك؟ عايز تقوي المناعة؟ عايز تحافظ على صحة جلدك وشعرك؟ وعايز تقوي الذاكرة؟ كده انت عاوزين فيتامين B12. معاكو كرولوس ماجد، ونشوفكو بعد الفاصل. النهاردة هنتكلم على واحد من أهم الفيتامينز على الإطلاق، اللي هو فيتامين B12. فيتامين B12 زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده إن ده يعتبر water soluble vitamin، يعني فيتامين بيدوب في المية، يعني الجسم بياخد اللي عايزه منه والباقي بيرميه في البول، تمام؟ عشان كده معظم مرضى الأعصاب زي مرضى السكر، مرضى العصب السابع، ناس كتيرة، مرضى الشلل النصفي، الناس دي يعتبر جزء كبير قوي من علاجهم هو فيتامين B12. فيتامين B12 كسبلمنت بيبقى ليه صورتين. اول حاجه اسمها سيانو كوبالامين، وحاجه اسمها ميثايل كوبالامين او ميثايل B12. انهي الاحسن فيهم او انهي اللي اشتريه؟ الاحسن هو الميثايل B12، ده بيبقى الكواليتي بتاعته احسن، امتصاصه بيتم بطريقه اسهل شويه من السيانو كوبالامين. طب يا دكتور، هعرف منين ده وانا بشتريه؟ اول حاجه ممكن تقرا مكونات او العلبه نفسها، او تسال الصيدلي تقول له انا عايز ميثايل بي 12، مش بي 12 سيانو، انا عايز ميثايل بي 12. وغير كده من وظائف فيتامين بي 12 ان هي بتقوي الذاكره، الناس اللي في امتحانات ياخدوا بي 12، ياخدوا اوميجا 3، دول مهمين جدا لتقويه الذاكره ومراكز الانتباه. طب دلوقتي احنا ليه قلنا ان فيتامين بي 12 ده فيتامين الجمال؟ الفكره ان فيتامين بي 12 في الدراسات اثبتت ان هو ليه علاقه بصحه الشعر وبطول الشعر، وليه علاقه كمان بصحه الجلد وبنضاره الجلد والفلاشنج بتاع الجلد، يبقى الجلد نفسه مورد ومحمر، فبالتالي من واحده من اعراض نقص فيتامين بي 12 هو يبقى الوش باهت او الوش ابيض. وطبعا بعد ما سمعت المعلومه دي هيبقى الاقبال على فيتامين بي 12 تاريخي يا فندم. غير كده اثبتت الدراسات ان فيتامين بي 12 بيقوي المناعه زي فيتامين دي وزي فيتامين سي، كما ان الفيتامين بي 12 دور مهم جدا في عملية تكوين الار بي سيز او كرات الدم الحمراء، اللي هي مسؤولة ان هي واحدة من اعراض نقص فيتامين بي 12 هي الانيميا. طب ايه هي صور السبلمنتس او المكملات بتاعت فيتامين بي 12؟ بيبقى ليها صورتين، اول صورة بتبقى تابلتس او برشام، وتاني صورة بتبقى امبولز او حقن، تمام؟ انهي الاحسن منهم وليه؟ الفكرة عندي ان زي ما قلنا فيتامين بي 12 دي واحدة من الووتر سوليبل فيتامينز، اللي هو الجسم لو اخد كفايته منها الباقي يرميه، لا يخزن ولا الكلام ده خالص، ملوش اي دعوة باي حاجة، تمام؟ فبالتالي الاحسن هو الحقن، اللي هي الحقن العضل، عشان الحقن دي معمولة من مادة زيتية بتخلي الفيتامين بي 12 امتصاصه بيكون بطيء، على معدل بطيء، فيقعد مدة أطول قبل ما يخلص أو يخرج من الجسم، فالجسم يعرف يستغله واحدة واحدة. بينما أنا لو أخدت إقراص بكميات كبيرة، الإقراص دي بمجرد ما الجسم أخد اللي هو عايزه الباقي كله يروح في البول. وهتلاحظوا كده برضو من الأعراض الجانبية للإقراص بتاع فيتامين بي 12 هو تغير في لون البول. طب دلوقتي السؤال الأهم، إيه هي أعراض نقص فيتامين بي 12 اللي من خلاله أعرف أنا كده محتاج أخد جرعة بي 12 وأمشي عليها بانتظام؟ وقبل ما ادخل في النقطه دي خلي بالنا من حاجه في حته الابر، في كتير منكم بيبتدي ياخد ابر فيتامين بي 12 على الفاضي والمليان كل يوم، ده مش صح، بسبب ان هنا الفيتامين بي 12 لما بيتاخد في صوره حقن وحقن زيت ده بيبقى كافي ان هو يقعد في الجسم من 3 ل 4 ايام، فبالتالي ملوش لازمه ان انت تقعد تاخد كل يوم. وطبعا زي ما قلنا فيتامين بي 12 زي ما هو ليه دور في المناعه، لو حصل نقص في فيتامين بي 12 الشخص ده مناعته تضعف. وطبعا زي ما قلت لكم فيتامين بي 12 لو نقص الشعر يبتدي يتقصف، الجلد يبتدي يبهت، الضوافر يبتدي يظهر لها لون بني ويبتدي يظهر لها خطوط. وغير كده فيتامين بي 12 لو قل يعمل لي انيميا. فطبعا اللي احنا طلعنا بيه من الحلقه ان فيتامين بي 12 ليه فوائد كتيره جدا، ولكن وانا باخده لازم اعرف انهي الاحسن، اخده ازاي، فوائده ايه، ايه هي الاعراض اللي تخليني اقول لا انا لازم اخده في الوقت ده.
يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش دعمكم، تعملوا لنا لايك على اليوتيوب، تعملوا لنا سبسكرايب على الزرار اسفل الشاشة، وتفعلوا الجرس عشان لو جالكم فيديوهات جديدة ما تنسوش تعملوا لنا شير. نشوفكم في حلقة جديدة من سلسلة مكملات غذائية. سلام.